شوية له من نوم هانئ. من الأفضل أن أستعد، سأبدأ بغسل أسناني. لقد استهلكت جدتي معجون الأسنان بالكامل ثانية. لحسن الحظ هناك المزيد هنا، والآن سأنتظر. سأختبئ وأمسك بها متلبسة. حوض الاستحمام هو المكان المثالي، لكن علي أن ألتزم الهدوء. أعتقد أنني أسمعها قادمة. رائحة فمي كريهة، ماذا كنت آكل؟ لقد حانت اللحظة، من الأفضل أن أنظف أسناني. إنها بطيئة جداً، سأسلي نفسي بينما أنتظر. كدت أصل، بقيت عدة خطوات فحسب. لقد وصلت أخيراً، دعوني أفرك أسناني. الآن أين معجون الأسنان؟ سأضغط عليه قليلاً وسأضع المزيد. لقد انكشف أمري. أعني، أجل يا عزيزتي، هل من خطب ما؟ أعطيني معجون الأسنان. عليك استخدام موزع معجون الأسنان. تضع معجون الأسنان في الأعلى ثم ألصقه على الجدار. حين تضغطين على الرافعة ستخرج كمية معجون الأسنان المثالية. رأيتي؟ يا لها من أداة صغيرة مفيدة. لا أدري ماذا سأكل، هناك الكثير من الخيارات، لكن يا أبي أريد يونيكورن. هاي هنا، سأحضره حالا، احرصي على تالي ذلك. تفضلي بالهناء والعافية. لم علي الجلوس بجوارها؟ لا، لن تفعلي. هذا سيء. هذا مثالي. طعامك سيدتي، أملك ذوقا فاخرا. لذيذ ولا يناسب الجميع. ماذا؟ هاي أنت، تعالي إلى هنا. نقودك سيدتي. لذيذة. ماذا؟ لا أصدق. ذهب لذيذ. سخيفتان، أنا جائعة جدا، أريد شيئا لتناوله. لكن ماذا؟ لا كثير من الخيارات، وجدتها. هذا اللون مناسب لي، سأبدأ بالصيد. جميلة وطرية. أعتقد أن هذا طعام سريع. جميل وسهل الصيد. يا لها من تحلية. أحب العناكب. ماذا؟ نسيت هاتين الفتاتين. علي أن أجد وظيفة أخرى. هذا ممل. حسناً، أعتقد أننا مستعدون للبدء. هاي، انتباه، أول خريجة هي شارل. معجبين المخلصين. تخرجتي لأن والدك اشترى لنا مسبحاً، تهانينا. لم تلمسني؟ لا أحب هذا، سأغادر. لنصفق لشيرل. التالي يا إلي. أحرص أن يلتقط المصور صورا جميلة. تفضلي شهادتك. مرحبا، فعلتها بكل تأكيد. وقت سيلفي. هذا جميل. حسناً، انزلي عن المنصة. وأخيراً آسي. أنا سعيدة جداً. إليك هذه الورقة. هذه؟ وعدت نفسي ألا أبكي. تعالي إلى هنا. تمالك نفسك يا كيفن، تستحقين هذا يا آسي. واو، من ياس.
يومي على الإطلاق. إنني أحاول الوصول إلى الأعلى. ليس خطأي أنني قصيرة جداً لحل هذه المسألة. أحتاج إلى حافظة أقلامي. هي لاي، أكره كوني قصيرة هكذا. ألا يرين أنني أحاول القراءة هنا؟ حسناً، ها يدا. مرحباً يا آسي. أو مرحباً، كيف حالك؟ أو واو، أنت طويلاً جداً. مرحباً يا من بالأعلى. حسناً، أنا معجب بك كثيراً. هل سيكون من اللائق تقبيلك؟ هل يمكنك الإسراع قليلاً؟ هيا، أنا هنا في الأسفل. حسناً، أحتاج إلى مكبر صوت. عليك أن تميل إلى الأسفل أكثر لتتمكن من تقبيلي. ربما علي عزف أغنية على قيثارة. سينجح أي من هذا؟ ما للحظة، توجد أقلام رصاص ملونة هنا. يمكنني جعل هذا ينجح. سأحتاج إلى هذا الخف أيضاً. سأزيل الأربطة. سأحتاج إلى استخدام الغراء الساخن. والآن سألصق قلم رصاص على الغراء وسأكرر الأمر. حسناً، لقد ملأت الجزء السفلي. والآن سأضع واحداً بالأعلى في المنتصف. تدا، والآن حصلت على صندل بكعب عال رائع. سأرتديه ولنرى إن كان سينجح. هجل، والآن علي الاقتراب لأحصل على القبلة التي كنت أنتظرها. مهلاً، لابد أنك تمازحني. لم يمر وقت طويل هكذا. استيقظ. ها؟ ماذا؟ أنا مستيقظ. أو صحيح، التقبيل. ها أنا دا. حسناً، أعتقد أنني ما زلت مستعدة لتقبيلك. كانت مباراة رائعة. هذا أفضل. لحظة، أحتاج إلى دفتر. ها هو. أحتاج إلى شيء أكتب به. قلم. أجل، كلا، لا يوجد أي قلم هنا. ماذا سأفعل؟ يا متفوقة، مرحبا. أنا؟ هل يمكنني استعارة قلم منك؟ حسنا، معي أقلام زائدة. هذا. عظيم، شكرا. أو لا، انكسر. يا متفوقة، انكسر القلم. أريد قلما آخر. رفقا به. يا للهول، قلمان دفعة واحدة. لن تصدقي ما حدث. خذ هذا القلم. آمل ألا تغضب مني. يا متفوقة، هذا آخر أقلامي. حسنا، لحظة، قد يفيدني هذا العصير. سيساعدني هذا الشفاط. فكرة رائعة. سأفكك هذا القلم ثم سأضع بعض الغراء على طرف أنبوب الحبر هكذا. بعد ذلك سأحضر الشفاط وأدخل أنبوب الحبر فيه حتى أصل إلى الغراء. لن يستعير أي أحد قلما يبدو كشفاط. واو، ما أروع ما. ألديك قلم؟ كلها شفاطات، آسفة. لا بأس. يا صاح، هل لديك قلم؟ رائع، يمكنني العودة لواجبي الآن. هيا، علينا تسجيل أسمائنا. بلا، أريد كتابة اسمي أولاً. كلا، لقد جئت هنا أولاً. هذا مكاني، ابتعدي عن طريقي. لا يهم، لن يصوت أحد لك على أي حال. نانانا. الترشيحات لملكة حفل التخرج. سجلي اسمك معي. حسناً، لا بأس، هيا بنا. ماذا إن توجت إحدانا كملكة حفل التخرج؟ حسناً، دعيني أخرج القلم الجاف خاصتي. ها هو دا، أنا مستعدة لتسجيل اسمي. ماذا؟ تباً، هذا القلم لا يعمل. مهلاً، لدي فكرة. لدي موزة في حقيبتي. مهلاً، هذا ليس ما أردته. ها نحن دا، حصلت عليها هذه المرة. هجل. مهلاً، ليس هذا ما كنت أبحث عنه بالتأكيد. لا أقصد الإهانة، لكن هذا الأمر استغرق وقتاً طويلاً. هلا، أعلم ما تقول. لقد شاهدت تلك الحفلة ليلة أمس أيضاً. ما كان ذلك؟ حسناً، لقد طفح الكيل. سأفرغ حقيبتي كلها على الأرض. مهلاً، هل هذه علبة عصير أخرى؟ في الواقع، أرى أنها منحتني فكرة رائعة. حسناً، سأخذ علبة العصير الفارغة هذا وسأقطعها. والآن سأزيل الجزء العلوي وسأحضر المقص لكي أقص الزاوية. سأستمر حتى الطرف الآخر للعلبة، ثم سأكرر هذا مع الزوايا الأخرى كي يمكنني فتحها هكذا. لكن لا أريدها أن تبدو كعلبة عصير، لذا سأغطيها بهذه الورقة الوردية. حان الوقت لقلب العلبة وإحضار إصبع الغراء. أريد تغطية هذه المساحة بأكملها بالغراء. كأنني أريد إضافة هذا الشريط من الورق البرتقالي عليه الآن. والآن حان الوقت لوضع الغراء الساخن القوي وشديد التحمل. سأضيف علبة أخرى لكنني سأدورها هكذا. حان وقت إضافة المزيد من الغراء الساخن. إنني ألصق هذه القطعة المرنة. ثم على هذه العلبة سألصق هذا الشريط الممغنط بالغراء.
تدا! لقد صنعت حاملة أقلام وأدوات. هذه القطعة المرنة تحمل أقلام التحديد وأغراض أخرى، ويمكنني وضع ورق الملاحظات هنا. يمكنني وضع مشابك الأوراق على الشرائط الممانطة، ثم حين تمتلئ كلها يمكنني طيها على بعضها البعض. والآن يمكنني وضع الغطاء الذي قطعته مسبقا مجددا. انظري إلى ما صنعته لك. ما هذا؟ هل علي فتحها؟ واو، مستحيل. هل ترين؟ والآن يمكنك العثور بسهولة على شيء تكتبين به. والآن يمكنني تسجيل اسمي لترشيحات ملكة حفل التخرج. انظروا إلى كل الاهتمام الذي تحظى به. مستحيل، هذه أروع حاملة أدوات مدرسية رأيتها قط. قد حجزت طاولة لنا هنا يا جينيفر. كفوك إن كنت متحمسة للغداء مثلي. طلبت لك برجرك المفضل. أوه، لا تنظري الآن يا جينيفر، هناك شاب وسيم يسير خلفك. ماذا؟ وسيم؟ أين؟ إيفا، إنه ليس وسيما فحسب، بل أنيقا أيضا. أوه، لقد جلس أمامنا. يا إلهي، قد تكون هذه فرصتي. كيف أبدو؟ ستبدين رائعة بعد أن تنتهين من مضغ طعامك. انظري، إنه يقرأ كتابا. لابد أنه ذكي أيضا. أظن أني قد أفقد الوعي حرفيا. لا يوجد طعام على وجهي، صحيح؟ نعم، تبدين رائعة. ها؟ هذا مسوق. مرحبا. مرحبا. تمام، حان وقت أخذ الخطوة التالية. أهلا مرة أخرى. واو، هل أصبح المكان حارا؟ فك المزيد من الأزرار من فضلك. يا ويلي، كان كل شيء يسير كما خططت، حتى أفسدت هذه اللحظة بحبة بطاطس مقلية وكاتشب. لا تبكي، يمكنني حل المشكلة. مزيل المكياج، أنت محقة، أنا أحتاجه. سأضع القليل على هذه المسحة القطنية وأزيل مكياجي الذي أفسدته دموعي. كلا، لم أقصد عينيك. يمكن أن يساعد مزيل المكياج في حل مشكلة البقع. أعيديه لي وسأريك. سنستخدم هذه العبوة. أولاً يجب أن أزيل الغطاء، ثم سأضع العبوة تحت قميصك بحيث تصبح الفتحة تحت البقعة مباشرة. سأعيد الغطاء إلى القارورة ثم سأرجها قليلاً. لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً. ويا للروعة، اختفت البقعة. أترين، حللت مشكلتك بمزيل المكياج. لا سحر ولا شعوذة. حان وقت العودة إلى المعاكسة. يجب أن أمسح وجهي. جميل، ينهض الشاب من طاولته. إنها فرصتك. مرحباً. لقد تجاهلني تماماً. لا، سيجلس هناك مع تلك الفتاة؟ لابد أنه كان يغازلها طوال ذلك الوقت. غير مضحك، ظننت أن المشاعر متبادلة. حان وقت الأكل أخيراً. ما الذي حضرته لي أمي اليوم؟ أنا أتضور جوعاً. واو، أليست أمي أروع أم في العالم؟ رائحتها زكية. رائحتها زكية. رائحتها زكية. تعلم أمي أني أحب الديك الرومي. هل يأكل كل الفقراء هذه القمامة؟ لقد وصل غداؤك يا أنسة لانا. رائع، شكله جميل. يليق بقدر الأميرة. لقد أضفت رشة من إكليل الجبل. هل المكونات طازجة؟ لقد قتلت السمكة بنفسي ثم قليتها حتى نضجت. يا إلهي، هذا غداؤها؟ بالعافية، خدمتك شرف لي. لذيذة. هل تمزحين معي؟ اسمها مرتبة اجتماعية، ابحث عن معناها. أحلام سعيدة. لا يمكنني النوم مع هذا الضوء. أخ، يا لي من خرقاء. ترى ماذا يوجد أيضا بالأسفل؟ انظروا ماذا لدينا هنا. لقد نسيتها تماما. ما هذا؟ باربي، لم أراك منذ سنوات. لا بأس، افتقدتك كثيرا. يا له من شعور رائع. باربي؟ أشعر أنني قبيحة للغاية. لابد أنني أحلم. يعمل ذلك. يا له من حلم شبه واقعي. لكن باربي المسكينة معها حق. لا تقلقي، سأصلح كل شيء. لقد حان وقت التألق. هيا بنا إلى العمل. لنبدأ بملابسك أولاً. تحبين اللون الأحمر، أليس كذلك؟
سنحرك القلم هكذا من جانب إلى آخر، سيكون فستاناً جميلاً وأنيقاً للغاية. هل تشعرين ببعض التحسن الآن؟ لقد حصلت على زي جديد دون الذهاب للتسوق. الأحلام السعيدة تنتظر. هيا سأخلد للنوم. تصبحين على خير يا صديقتي. فستان جديد، أشكرك. ها هذا جيد. لا يمكنني رفع عيني عنه. لقد نفذ الفشار. لا تقلقي يا عزيزتي، سأتولى هذا. انتظري هناك، سأضع البذور في المقلاة وأسخنها. أمل أنك تحبينه مقرمشاً ومتفاحماً. حسناً، سألقي هذا في القمامة. لنجرب هذا مجدداً. أعتقد أن هذا سيفلح. لن يطول الأمر الآن. كان يمكن لذلك أن ينتهي بشكل سيء، لكن حصلنا على فشار. هل ترين؟ أجل، أحسنت صنعاً. هذا ما نحتاج إليه. سأضع البذور في آلة صنع الفشار هكذا تماماً، ثم يمكننا وضع الغطاء عليها. لنشغلها. إنها تفعل شيئاً. واو، إنها تصنع الفشار. الكثير من الفشار لذيذ. هذا أسهل كثيراً، صحيح؟ بقدومك. سأعود حالاً. لا أصدق أنها تعيش هنا. المكان جميل. ها؟ هل من أحد هنا؟ مرحباً. لا أحد على الأرجح. حسناً، هذا غريب. إنه خيالك فحسب. ليست هناك أشباح أو وحوش. شيئاً، لقد لمسني للتو. لقد بدأت ثورة الروبوتات. أو لا، لن تفعل. عدي لهنا. ما كان هذا؟ ماذا يحدث؟ أتظن أنك ستهرب مني؟ هاي ميكي، لما تصارعين مكنستي؟ مكنستك؟ أجل، أريد التنظيف الآن. هذه الملابس جميلة. لا، أرجوكم بخير. رائع، كان بنطالي المفضل. أعتقد أن علي تبديل ملابسي. لابد أن هناك شيئاً يرتديه. علي غسل الملابس. مهلاً، سأكون أكثر إبداعاً. واو، هذا رائع. ولست بحاجة إلى الغسيل. حان وقت المغادرة. حقاً، هذا ظلم. تمت خياطته يدوياً. إنه آخر صيحات الموضة في باريس. مستحيل، لم يعجبني. ما رأيك بهذا؟ أبعديه من أمامي. ماذا لديك أيضاً؟ جدي لي شيئاً يرتديه. سأعود حالاً. إلى أين أنت ذاهبة؟ حسناً، لدي هذا. إنه حصري للغاية. أوه، غالي الثمن. وأخيراً، واو، أريده. إنه مثالي. سأجربه. خذي وقتك. فعلتها ثانية. أنا عبقرية. أشعر بحماس كبير. كيف سأنفق هذه النقود؟ ما رأيك؟ أعرف، أبدو مذهلة. ماذا؟ المال لا يشتري الذوق الراقي. شكرا. حسناً، يبدو هذا المكان مناسباً. حقاً؟ لديكم الأشجار والطبيعة. ازداد حماس المنافسة. يمكنك المراهنة على ذلك. لا أعرف. ماذا؟ توقف عن النظر إلى رسمتي. لا يهم، حسناً، سأكون هنا أيضاً. ما الذي يمكنني رسمه؟ وجدتها، إنه لطيف. أمل أن ديفيد لم يرى. لقد رأيته أولاً. أها، فليفز أفضل رسام طيور. بعض الدوائر المرسومة بمهارة تحقق نجاحاً كبيراً. عليكم أن تعرفوا أين تضاف الخطوط.
رائع، أليس كذلك؟ لكن بعض الألوان ستجعلها زاهية حقاً. يدل الأصفر على السعادة، أليس كذلك؟ إنه مثالي لرجل مبهج. وماذا عن بعض الأخضر؟ درجة لون مسالمة، وسأضيف بعض الأزرق ليجذب أعين الناظرين. التلوين عند الحواف أولاً هو أفضل خيار دائماً، يجعل عملية التلوين منظمة، أليس كذلك؟ كدت أنتهي؟ تبقت بعض اللمسات نهائية، وهكذا ينجز الأمر يا رفاق. عمل فني حقيقي، ألا تتفقون معي؟ أجل، أنا سعيد بالنتيجة جداً. ما هذا؟ احتجت إلى يد إضافية، اتضح أن اليد هي كل ما تحتاج إليه. حسناً، اليد وبعض النقاط والخطوط الموضوعة بشكل استراتيجي. هل يمكنك رؤية وجه الطائر؟ لا تقلق، سيتضح قريباً. ستكشف هذه الأغصان الأمر. وها هما قدماه الصغيرتان اللطيفتان. سأضع قليلاً من اللون الأخضر، أظن أنها رسمة تمدك بالسلام. هل يمكنكم رؤية الطائر الآن؟ أنا مبدعة حقاً، أليس كذلك؟ حسناً، إن أردت رؤيتها فعلاً، ليست شديدة السوء. أوه، أظن أن الرسمتين رائعتان. هل نسأل المعلم؟ حقاً، أمل أنه بخير. يبدو أنه غفى سريعاً. استيقظ! أوه، لقد انتهيتما، أليس كذلك؟ أوه، عمل رائع! والآن أمهلاني 5 دقائق. حسناً أيضاً. أنا أحب الخبز، إنه نشاط تأملي في نظري. آه، يا ترى! أوه، أعرف هذه الأصابع الصغيرة، هل تظن أنها ماكرة؟ لا مزيد من الحلويات. أو تباً، هذا لمصلحتها. ما الذي يجري هنا؟ لماذا تكرهينني؟ أنت تعرفين ما يعنيه هذا المنبه؟ حان وقت تناول الفيتامينات، إنها أفضل من الحلويات. افتحي يدك يا عزيزتي. خذيها أنت. وجدتها، هل تريدين هذه الحلوى المصاص؟ لكن يجب عليك أخذ الفيتامينات أولاً. يا ظننت أنها ستنجح، لكن لدي فكرة أفضل. ستكون النتيجة مضمونة، حلوى الجيلي طرية ومرنة، مما يسهل وضع أي شيء فيها. سأقصها وأضع الحبة بداخلها. وانتهيت. يمكنك تناول حبة أخرى. تناولي كل الحبة. إنها مقرمشة أكثر من العادة. نجحت؟ فلست أما عبقرية. لدي شراب هنا. يا للأسف، لم تكن هناك سوى بضع قطرات. لا أزال عطشانة. ماذا يوجد في الثلاجة؟ يا سلام، علبة كولا كبيرة. حان وقت فتح هذه القارورة وسماع فصيلها العذب. يا للمصيبة، إنها تنفجر. لا أستطيع إيقاف الكولا، إنها تتناثر في كل مكان. واو، لم يسبق لي الاستحمام بالكولا. المياه الغازية فوارة ومليئة بالفقاعات. أنا مبللة ودبقة. لماذا فعلت هذا بي أيتها الكولا؟ أردت أن أشرب القليل منك فقط. ماذا حدث يا جينيفر؟ لقد انفجرت الكولا وتناثرت في كل مكان ولم تعد غازية. أوه، يجب أن تري وجهك. لا تقلقي، سأقدم لك يد المساعدة. على الأقل سأساعدك مع الكولا التي لم تعد غازية. أعصر القارورة لإخراج كل الهواء منها. بعد الانتهاء من ذلك أعيد الغطاء. الخطوة التالية وضعها في الثلاجة بهذا الشكل. والآن سننتظر قليلا. 1، 2، 3، 4، 5 وانتهى الوقت. سأخرج الكولا الآن. بعد أن تزيل الغطاء ستلاحظين أنها فوارة كما في السابق.
يا للروعة! لا أصدق أن هذه الحيلة نجحت! انظري إلى كل هذه الغازات! حان وقت إرواء عطشي أخيراً! طعمها لذيذ! فوارة ومنعشة! خذي! أنا أمزح معك! قد تأخر الطعام! يبدو هذا البرجر رائعاً! أنا جائعة جداً! أوه. صحة وعافية سيدتي! ليس مجدداً! سئمت من البرجر الذهبي! ليس رامن على الأقل! يبدو شهياً! أحب الرامن! هاي آسي، تريدين التبديل؟ بالطبع! سأستمتع بهذا، رائحته شهية! لما تناول البرجر منذ زمن بعيد! أسناني! ماذا؟ سلسلة ذهبية! هل يجب أن تكون هذه هنا؟ إنها لإضافة النكهة! لا يهم! طري جداً! أوه! ماذا الآن؟ خاتم ماسي! هذا يوم حظي! جميل جداً ومناسب لي! هناك شيء طري! جزر بلاستيكي! أوه واو! لا يهم! الرامن شهي! يجب أن نتبادل دائماً! كم أحب هذه الأغنية! أو جانباً وحبها للأغاني السيئة! هذه الأغنية تشعلك بحماس شديد! كما أن هذه العلكة رائعة! حان وقت الفقاعة! يا للهوي! ماذا حدث؟ طارت العلكة ووصلت لشعر إيفا! كيف سأتصرف؟ طيب، ربما أستطيع سحبها بحذر دون أن تلاحظ ذلك! إنها تنظر! تصرفي بعفوية! يا للهول! إنها تحك رأسها! قد تلمس العلكة! الحمد لله! لم تلمسها! فيو! كان ذلك وشيكاً! الآن، حان وقت محاولة إزالة العلكة من شعرها! لابد أن هناك طريقة أسهل للقيام بذلك! مهلاً! قد يكون الحل في هذا الشراب! أضع مكعبات ثلج في شراب ليبقى بارداً! مرحباً يا مكعب الثلج العزيز! ستنقذ شعر صديقتي! سأضع هذا المكعب بحذر على العلكة! ممتاز! أصبحت العلكة باردة بما يكفي لإزالتها دون أن تلتصق! ياه الحمد لله! لقد أزلتها من شعرها دون أن تلاحظ! وعادت إلي علكتي الآن! كلا! لا أريدها! سأتركها هنا الآن! لم تلاحظ إيفا أي شيء! كنت سريعة مثل النينجا! أوف! متى ينتهي هذا اليوم الممل؟ هل لديهم آيس كريم هنا؟ لقد أثار شهيتي بالفعل! أتمنى أن أجد في جيبي نقود! لا شيء سوى قمامة! لكن ماذا لدي هنا؟ يمكنني الاستفادة منها! وأخيراً زبون! مرحباً! أهلاً بك! أريد آيس كريم! أريني نقودك أولاً! لا نقود معي! إذن لا يمكنني تلبية طلبك! أوف حسناً! سأعود بعد قليل! يمكنني أن أصنع عملتي الخاصة! باستعمال قلم طباعة ثلاثية الأبعاد هكذا! جميل! تبقت بعض الخطوات الإضافية! تبدو كبسكويت الآيس كريم! أليس كذلك؟ هل تعرفون ما ينقصها؟ الآيس كريم بالطبع! ولا تنسوا صلصة الفراولة! لقد بدأت أشعر بالجوع! يبدو رائعاً! أليس كذلك؟ لنضيف هذا الجزء لتعليقها في سلسلة! ما أجملها! لحسن الحظ، لدي أقراط تلائمها! أشعر الآن بثقة كبيرة! والآن سأغير مظهري قليلاً! كدت أنتهي! لقد عدت مجدداً! هجل، لقد عدت كما ترى! يا لها من قلادة جميلة! هل تشبه الآيس كريم الذي تبيعه؟ أجل! آيس كريم صغير من فضلك! تباً، لم يكن هذا ما قصدته! كالمعتاد! تحتاج إلى شيء سيلفت الأنظار! وأعلم الشيء المناسب لذلك! درجات الألوان التكميلية ستكون الفائزة! لكن ما زال ينقصها شيء! لكن ما هو؟ أوه! هذه الكرة صغيرة للغاية! أوه! هذا الشيء أذهلني! أمي!
ليس الآن. حسناً، تبقى لديك الكثير من الطلاء، مما يترك لي مساحة للعب. شكراً. لا أعلم ما علي فعله فحسب. حسناً، سأجرب قليلاً من... أين ذهبت لوحة ألواني؟ ديفيد، هل هذا أنت؟ معذرة، انظري، لقد رسمت هذا. أدعوها مياه البركة. أها. هو أعلم ما علي فعله. هل تريد الاطلاع على وجهك؟ جربها يا ديفيد. هاو، مجدداً. هذا ممتع صحيح؟ يمكنك تكرار ذلك. حقاً؟ ماذا إن استخدمت إصبعي أيضاً؟ ها أنا ذا. ها، النقاط الزرقاء آتية يا رفاق. والآن لوني المفضل. أوهو، لقد انتهيت، انظري يا أمي. حسناً، ليس هذا مذهلاً، لكن لنجرب حيلة أخرى. يمكن للتناظر أن يكون جميلاً، ولإثبات صحة ذلك فلقد ابتكرته بنفسك. إنها فراشة جميلة، سيمدها هذا الخط بالحيوية مع المخطط الخارجي للجناحين. الجانب الآخر، ها أنا ذا. تأملوا هذا الجمال الخالص فحسب، وهذه البداية فحسب يا بني. وها نحن ذا. حسناً أيها الطلاب، أليس هذا المسحوق الجديد هو الأفضل تماماً؟ إن تأثيره يدوم طوال اليوم. هيا لنلتقط صورة ذاتية معاً. إنهما لا ينتبهان إلي حتى. أهم، هسي شيرل، لقد طفح الكيل، سأفصلكما عن بعضكما الآن. كلا، لا أريدك أن تبتعدي، سأفتقدك كثيراً يا شيرل. نحن مقربتان جداً وفي الوقت نفسه بعيدتان جداً عن بعضنا. هذا الصف للتعلم. ماذا؟ ما الأمر؟ يمكننا استخدام هواتفنا والتحدث معا هكذا. أوه حسناً، هذه فكرة ذكية جداً، دعيني أخرج هاتفي. توقفي عما تفعلين. هل تظنين أنني ساذجة؟ أنت ممنوعة من استخدام الهاتف، وأنت كذلك، سأخذه معي. يمكنكما استعادة هواتفكما بعد الصف. سأكور هذه الورقة. شيرل، هذه لك. أوه كلا، لقد هبطت على بعد كبير جداً. هل رأت أي شيء؟ أوه يبدو أنها منشغلة بقراءة كتابها. شو، لقد حالفنا الحظ. أحتاج إلى تجربة شيء آخر الآن. لدي هذا الكوب البلاستيكي، سأقلبه رأساً على عقب وسأقطع القاع، ثم سأحتاج إلى بالون. سأقص نهاية البالون هكذا. الآن يمكنني فتح البالون ووضعه على الكوب. ممتاز، والآن أنا مستعدة لتجربة مدفع الرسائل الصغير خاصاتي. سأضع الرسالة داخله وسأسحب البالون إلى الخلف ثم أتركه من يدي. واو، هل هذه رسالة لي؟ كيف حالك؟ واو، لقد أرسلت رسالة لي وحدي. أجل، لقد نجح الأمر. أعتقد أن هذه رسالة برد منها. أراك عند مكتب المدير. أعلم كيف أصنع مدفع رسائل أيضا. ما هذا؟ نمت جيدا. حان وقت الاستعداد. لا ماء، لماذا سأغسل وجهي؟ سأنظف أسناني على الأقل. ما الحاجة لفرشة الأسنان؟ رائحة النعناع المنعشة. حسناً، ستفي بالغرض. ماذا سأرتدي؟ حسناً، جميل، جيد، سأذهب الآن. لا لا، ذلك اليخت صغير جدا. أشرقت الشمس. أحتاج فكرة مبتكرة. واو، جيد. هاي، انهضي. ووهو، حسنا، لن تقاوم هذا. ذهب، يا له من حلم رائع. أحسنت صنعا كالعادة، إنه عملي. وداعا. حل صباح. أين هاتف المكياج؟
أريد مساعدتك. ماذا يمكنني أن أفعل لك؟ ضعي لي المكياج. سيكلفك هذا عين نقود. حسناً، خذي. حقاً مستحيل. هل علي فعل كل شيء بنفسي؟ مصتي شعري. ماذا وضعت في حافظة الطعام؟ برجر؟ يا تبدو شرائح التفاح هذه فاسدة. أوه، لقد تغير لونها بسرعة. لحظة، يمكن لربطات الشعر أن تساعدني. لا مزيد من التفاح الفاسد. حان وقت العمل. سأقطع التفاحة بهذا الشكل أولاً. هل ترين؟ لكني لم أنتهي بعد. سأضع هذه الربطة المطاطية حولها. التفاحة جاهزة الآن. بيتي عزيزتي، أحضرت لك شرائح تفاح طازجة لنخرج في نزهة. اخترت مكاناً ممتازاً. أريد أكل تفاحة يا أمي. ستكون جاهزة في ثوان. حانت لحظة الحقيقة. هل هذه التفاحة طازجة؟ واو، هل قطعتها للتو؟ أنت ماهرة يا أمي. سأتناول بعض التفاح أيضا. يبدأ وقت الاختبار الآن. أوه، أعرف كل الإجابات. لا أعرف أي إجابة. سأتظاهر بأني مريض. كلا، حيلة قديمة. كريس، الكلام ممنوع. أوه، آسف يا معلمة. يا ماديسون. ماذا؟ سأعطيك هذه الشوكولاتة مقابل تغشيشي. أنا أعشق السنيكرز. اتفقنا، خذ. رائع، سأحصل على درجة كاملة. هذا رائع. هل تبحث عنها؟ نعم، كنت أبحث عنها. بنت، هل تريدين السنيكرز؟ أعطيني الإجابات. لقد غششتك، أنت مزعج. إنها قادمة. حقا؟ مكانها القمامة. هي الفاعلة. هو الفاعل. كلا. نعم. كاذبة. كاذب. طلاب مزعجون. أريد قراءة هذا الكتاب. سأحاول ثانية. بنت، بنت، ماذا الآن؟ أتريدين هذا السنيكرز؟ ماذا عن هذا؟ أجل، اتفقنا. كيف سأفعلها؟ أجل، وجدتها. فكرة ذكية. سأفتح الدفتر وأغلف طرف ورقة بالشريط اللاصق. سأكرر ذلك على كل الورقة. ثم سأحضر إسفنجة وأقصها إلى قطع صغيرة. سأضع إحدى القطع في قلم تحديد وحصلت على مساحة لمسح حبر التحديد. لن يعرف أحد أني أكتب هنا. كريس، هل تريد الإجابات؟ انظر. ماذا تفعلين؟ انتظر، ها هي. عظيم، شكراً. لم أكن سأعرف هذه الإجابة. ما الذي يجري هناك؟ أوه، لا شيء. أترين؟ يبدو أن يتوهم. كان ذلك مشيكاً. هيا، أعطني الشوكولاتة. سعدت بالعمل معك. أستطيع التوقف عن اللعب بها. أوه، ابنتي الغالية، إنها مستمتعة باللعب. المعكرونة جاهزة. لابد أنك تشعرين بالجوع بعد كل هذا اللعب. بالهناء والعافية. مشغولة باللعب؟ ربما تحتاجين طبقا أكثر تشويقا. هل يبدو هذا الطبق شهيا؟ لا شكرا. يا لك من متطلبة. كان الحل أمامي طوال الوقت. وجدتها. أولا سأغلي بعض الماء، ثم سأضيف صبغة الطعام. أوه، ومن ثم المعكرونة.
انزلقي يا بقية المعكرونة. حالما تنضج سأخرجها من القدر. ما أجمل هذه الألوان الشهية! الغداء جاهز! ربما سيعجبك هذا الطبق. ها؟ إنها مثل معكرونة بوبات! أشعر بالجوع الآن! أنت أفضل أم في العالم! بالهناء والعافية يا طفلتي! أوه أهلاً! انظري ماذا أحضرت معي! جرو! واو! هل يمكنني اللعب معه؟ طبعاً! اسمه كامفوش! اسم على مسمى! كمان تضاريف! أجل! مرحباً! أهلاً! كمان جميلة! ماذا؟ ابتعدي! لا! سأدفع لك هذا المبلغ! لا! لا يمكنك شرائي بالمال! حسناً! هذا الجرو ظريف! هذا ظلم! من تظن نفسها؟ أشعر بغضب كبير! صببت غضبي على لوح الشوكولاتة! هل تريدين حملة؟ هزل! لدي فكرة للانتقام منها! يودو! سأقص طرف غلاف لوح الشوكولاتة ثم سأعصرها على الدفتر! هكذا! هذا الكلب لطيف! يا للهول! هذا الكلب فظيع! هذا مقزز! نجحت! سأبعد الدفتر! لقد عدت حبيبي كنفوش! لست جميلة بما يكفي! مع السلامة! أشعر أنني قبيحة! لماذا تعاملني بهذه الوقاحة؟ غادري! أوه! هذا لا يبشر بخير! مرحباً! أتريدين أن أخرج؟ لم أفهم، ماذا تريدين بالضبط؟ لم أنتبه لدخولك، تفضلي. حسناً، هذا هو ملفي، تفضلي. مثير للاهتمام، عيون جميلة، لا تبدو سيئة، وخصوصاً في هذه الصورة. لكن لا شيء مميز هنا. لا! حسناً! غادري! يا إلهي! انظروا لهذه التصاميم والأشكال! هذا ما يعجبها إذن! سأضيف بعض اللمسات المميزة! سأبدأ بتصميم خطي كهذا! توقف! والآن نضع تصميماً جديداً بلون مغاير! يبدو مثيراً، أليس كذلك؟ لكني لم أنتهي بعد. هذه الألوان متناسقة تماماً، وانتهينا تقريباً. سيدتي، لقد أحضرت صوراً جديدة. أنت مجدداً؟ صدقيني، ستعجبك هذه الصور. سأعاود الاتصال بك لاحقاً. هذه صور مميزة حقاً. هذا ما تحتاجه الوكالة تماماً. مرحباً بك معنا. لا أصدق، سأكون عارضة شهيرة. بقي يوم واحد على الاختبار، وهذا يعني السهرة للدراسة. حسناً، يجب أن أركز على المعلومة. كم عدد غرف النوم في متحف اللوفر؟ كيف لي أن أعرف الإجابة؟ من مارك توين؟ وكم عدد الكتب التي ألفها؟ هذه المعلومات غزيرة. عيناي متعبتان. يجب أن أنام. ركز، تملك نفسك. الاختبار بعد 5 ساعات، لكن سأغفو للحظات. هل أنا في المدرسة؟ لابد أني لم أحظى بنوم جيد ليلة البارحة. لكن إن كنت غنياً، لن تضطر للدراسة على الإطلاق. مرحباً، هل أحضرت النقود؟ إنها هنا. سيمنحك هذا المبلغ شيئاً عظيماً. كل الإجابات 50 على وجه التحديد. بسرعة قبل أن يراك أي أحد. سأراك يوم الخميس قبل اختبار الرياضيات. اتفقنا؟ تتبهى لانا بعطلتها الأخيرة على الشاطئ مجدداً.
يمكنني شم رائحتها. تبدو شهية وهي كلها ملكنا. انظري إليها فحسب. ليس بهذه السرعة، هذه ليست حلوى لكنها صحية. هذا ممل، لا مزيد من الحلوى، اتفقنا؟ هذا ما تعتقده هي. مرحبا. ماذا؟ انظر هنا بالأسفل، لم أتكبد العناء، تفقد هذا. أوه رائع، ولدي شوكولاتة مفرودة. رائع، لكن ماذا عن أمي؟ لا ينبغي أن نضعها ترى. سأتولى هذا. مرحبا عزيزتي. يلا الهول، هيا نرقص. واو، والدي رشيق جدا. على كل حال الآن فرصتي، سأخذ موزة ثم أضعها هنا. مرحبا، سأدخل الأنبوبة في الناحية الأخرى ثم سألفه، وهذا سيزيل منتصف الموزة. هكذا، هل تريدونها؟ أو حسنا، لقد عرضت عليكم. شفاطة موز، إنها لذيذة. الآن دعونا نملأ الموزة. سأضع الشوكولاتة المفرودة في هذا الجزء، والآن أصبحت جاهزة. علي ضغط المقبض ثم أزيل الموزة. ها قد أصبحت ممتلئة بالشوكولاتة الرائعة. كل ما علي فعله هو تقشيرها. تبدو هذه رائعة. لا يمكنني أبداً مقاومة حركاتك السلسة. أشعر بأنني عدت مراهقة مجدداً. فتاة مطيعة، إنك تأكلين الموزة. هل نجح الأمر؟ تفقد ذلك. واو، شكرا لك يا صغيرتي، كان ذلك يستحق عرض حركاتي في الرقص. انظر إلى غرفتي الواسعة في الفندق. يجب أن أرد على هذه المكالمة. يا إلهي، أخبرني كل شيء. يمكنني السفر في إجازة أيضا لمعلوماتك، أو على الأقل يمكنني التظاهر بذلك. حان وقت حزم أمتعتي، أو في حالتي نقر زر البحث. إنها مشغولة بالمكالمة وسيمنحني هذا وقتا للبحث عن صور شواطئ. ماذا قال خادمك؟ هذه الصورة مثالية. أحتاج إلى شيء آخر؟ من حسن حظي أني نظفته بالأمس. هذا جيد. جيد، لا تزال على الهاتف. حان وقت التقاط صورة سيلفي. قد يبدو كمقعد مرحاض الآن، لكن عدسة الكاميرا ستحكي قصة مختلفة. يجب أن أعيد هذا الشيء إلى مكانه. ذلك وشيكاً. كما كنت أقول، هذه غرفتي. لقد سافرت لمكان أفضل. واو، يا له من منظر رائع. أجل، لقد حلقت طائرتي فوق المحيط.